كارثه، باسكو هذا الانسان المراهق راه يكبر، وكما يقولوا يدي عقليه على حسب هذوك الكلمات اللي راح يكونوا في هذيك الاغنيه. انا مع هذا القانون او التعليمه هذه معها 100%. مبادره قيمه كما يقولوا، كانت لازم تكون هذه دوبوي دي زاني. والله حاجه مليحه يعني دير وزاره الثقافه حوايج كيما هذو، باسكو رانا نشوفوا في المجتمع انتشرت يعني الامور هذو السلبيه بزاف تاع الاغاني الساقطه هذو ولا غيرها، فيها شويه احترام وحوايج غيرها مش مليحه، اسمها قرار مليح في الحقيقه. هذا ممكن هذا افضل قرار سمعته انايا في الحقيقه، ما كانش على بالي به. وصراحه وزاره الثقافه ولا الدوله بصفه عامه تاخروا به تاخذوا القرار هذا، لانه الكثير من الشباب وكثير من الشابات صح ضاعوا وتبعوا الاغاني الهابطه هذه. انت ذاك مثلا كاين اغاني تحرض على الفسق، تحرض على الادويه، تحرض على الملوثات، تحرض على المشروبات، ويدولوها مراهقين، يدولوها مراهقات، وتدور حتى في المدارس.